سائل يقول: فضيلة الشيخ سلمه الله، ما حكم وضع القرآن الكريم في أجهزة الهاتف التي تسمى سنترال وتعمل أثناء فترة انتظار المكالمة وتنقطع أحيانا دون مراعاة لنهاية الآيات وبدايتها؟ أفيدونا أثابكم الله. والله إني لآسف أسفا عظيما أن يجعل كتاب الله لمجرد قضاء الحاجة، أي حاجة المنتظر. هل القرآن نزل لهذا؟ لا شك أن الذي وضعه جزاهم الله خيرا يريدون الخير، يريدون أن يستمع المنتظر إلى كتاب الله عز وجل دون أن يستمع إلى الموسيقى، لأن بعضهم يجعل الموسيقى في الانتظار. لكنهم لم يصيبوا من وجه آخر، أن يجعلوا كتاب الله الذي نزل ليتدبروا آياته ويتذكروا الباب لمجرد قضاء الفراغ، فلا أرى هذا. ولأنه ربما يكون الزاهم من غير المسلمين ويكره أن يسمع القرآن، أو من المسلمين الذين يثقل عليهم سماع القرآن. فلذلك أن أشير على الإخوان الذين يفعلون هذا جزاهم الله خيرا أن يضعوا شيئا من الحكم. وما أكثر الحكم، ما أكثر الحكم، وما أحسن أن يضعوا للمنتظر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. هذا طيب، يعني إيش؟ يعني إيش؟ أصبر، أصبر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. عاد هذا الزاهم بينتظر اللي أحلى من العسل. نعم.